يستجمع العراقي فالح حسن ذكرياته مع أصدقائه في الحي، بينما يسير في ممر كنيسة السبتيين التي يغمرها الضوء من نوافذها الزجاجية الملونة. فالح موظف متقاعد يتولى الآن حراسة كنيسة السبتيين في مدينة البصرة التي تأسست عام 1963 وتعرضت للإغلاق عام 2003 قبل أن تحظى بعمليات ترميم واسعة. احنا بذاك الوقت هم كنا نجي وياهم للكنائس، كنا نشعل الشموع وندعي، يعني من باب الفطرة ومن باب التعايش اللي بيناتنا كان. فحاليا يعني من واحد يفوت وما يلقى المجموعة اللي كانوا شيء حزب النفس، واحنا نحافظ عليها مثل ما احنا نحافظ على جوامعنا وعلى مقدساتنا، فهذا اهم شيء مقدس عندهم، ويا ريت يجون. واحنا يعني من باب احنا هم هاي نقول من باب الوفاء لهم، من باب الوفاء. في الآونة الأخيرة قررت جمعية درر العراق للتنمية البشرية ترميم كنيسة السبتيين من خلال إزالة القرميد الذي كان يغلق نوافذها وأبوابها وتنظيفها من الداخل وترميم واجهتها. تم اختيار هذه الكنيسة لكونها من الكنائس القديمة اللي عمرها أكثر من 55 سنة بالبصرة، وهي كانت مغلقة من بعد 2003. الكنيسة مغلقة جدرانها وشبابيكها بالطابوق وكذلك بابها، فتم اختيارها لكون انه هذه تعتبر منطقة او تراث خاص من التراث القديم في البصرة، لكن للأسف مهمل. يقدر عدد المسيحيين في العراق حالياً بين 200,000 و300,000 نسمة بعد أن كانوا قرابة المليون ونصف المليون، ويعيش معظمهم اليوم في بغداد ومحافظة نينوى وأقليم كردستان العراق.